رفاق المقاتلين تلاميذ الشهيد محمد عبد الجبار التي خضعوا لها، وهذه الدورة التي جعلت منهم وجعلت منكم مقاتلين أشداء متسلحين بكافة الأفكار والمعلومات الاستراتيجية. كما نتذكر في هذه الأيام ثورة 19 تموز التي كانت إعلاناً ضد الظلم والاضطهاد في سوريا كافة، وجعلت من إقليم شمال شرق سوريا شرارة ضد الظلم والاضطهاد. ونعاهد شعبنا أننا سوف نحمي مكتسبات ثورتنا وسوف نكمل طريق شهدائنا، ولا بديل لنا سوى النصر والحرية. أبر وردة، قوم من ديتي، وقل أشقركي، جبا وزاد أجناء، لدينا ديمقراطي، وعلى هذا الأساس شهداء الثورة أمام شعبنا الوطني والرفاق المناضلين، أقسم الجهد والقوة.